هذا العام هذا كل شيء متضرر. لا لك السبب، لا عباد الله، كان عباد الله قام معيدة خروف عادي تيقول لك 90,000، و 90,000 سهلة. السوق ديال الرحبة ديال أكادير جاو الناس باش يقضوا الغرض. حنا نهضروا على الناس المشاكل المساكن اللي خدامين، نقولوا كي قلت لك سيكيريتي شي مسكين شي عساس هذا مسكين شحال تيتخلص كاع 40,000 30,000، تيجي هنا تيلقى 90,000 100,000 120,000، اش من سبب كي غادي يدير حتى يهضر كيدير حتى يشري؟ ما يمكنش. خروف عادي تيقول لك 5,000 درهم 90,000، و 90,000 سهلة. سوق ولدي طالع بزاف، الحولي ديال 60 تيقولوا 116 120، وعلى البطانة المليح ما كاينش. دابا الشماطة كيديروا ما بغاو، دابا هما ملي كيصيبوا العيد قرب كيشعلوا العافية كيبيعوا باش ما بغاو. إيوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرحبة ديال مدينة أكادير غالي، ماشي شي أثمنة اللي رخاص ولا كما جميع المدن، وهذا حيت كاينين عدة أسباب ماشي سبب واحد. السبب الأول راه هو الشتاء اللي ما جاتش، وبالنسبة للعلف كنطلبوا بأنهم يتراجعوا على الثمن اللي زادوا، حيت دابا راه الكساب ولا كيطلع عليه 10 درهم النهار الماكلة ديال الحولي، يعني ما غايجي يدوز العام حتى غايلقى راسو إلا ما باعش بواحد الثمن مرتفع راه غايلقى راسو ضيع. داكشي علاش الكساب ديما غتلقاه طالع في الثمن. جينا الرحبة اليوم كلشي كتسمع 70 80 150 160 170، كنا ديك الساعة كنشريو الحوالة 60,000 كتشري بها جوج حوالة قداشنا هما وكتعيد بهم. هو هذاك عباد الله راه واكلة العصا وكدير الجهد ديالها باش تشري حوالي. هاد العام هذا كلشي متضرر. لا لك السبب، لا عباد الله، كان عباد الله قام معيدة عباد الله شاريها عندك بزاف. لا 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 الله، انت كتشوف هذا ما نديرو.